يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مسح على الجورب ثم أراد أن يلبس جوربا ثانيا فهل يلزمه أن يعيد الوضوء مرة ثانية؟ إذا مسح على الجورب ثم لبس عليه خفا أو جوربا آخر فإن المسح يبقى على الجورب الأول، فإذا أراد أن يمسح يخلع الإضافي هذا ويمسح على ما بدأ المسح عليه من الأول، لأنه تعلق الحكم به. نعم. أما لو لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل بداية المسح فإنه يمسح على الفوقاني، أما إذا بدأ المسح على الأسفل فإنه يتعلق الحكم به فيمسح عليه ويزيل الذي فوقه. نعم.